وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية لتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وشندل جروب العالمية لإنتاج المصاعد الكهربائية. في إطار السعي نحو التكامل في تنفيذ المشروعات العمرانية في مصر وتوفير المصاعد الكهربائية بنسبة إنتاج محلي تصل إلى 70%، وقعت الهيئة العربية للتصنيع 5 اتفاقيات إطارية للتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشندلر جروب العالمية، حيث تؤكد تلك الاتفاقيات على قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيا الحديثة. تنفيذاً لتوجيهات فخامة سيادة الرئيس لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات في مصر، احنا بنشتغل على هذا وبنحاول ان احنا نتعاون مع شركات القطاع الخاص سواء مصري او عربي او اجنبي لتلبية مطالب التنامي العمراني الكبير الموجود في مصر حالياً، سواء لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واحنا عندنا عقد من وزارة الإسكان قدره 50,000 مصعد على 10 سنوات. وكمان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في برضو عندها عقد آخر معانا إن شاء الله ب5,000 آخر كل عام. خلال 2 شهر نشهد الإنتاج الأول من المصاعد الكهربائية الجديدة الداعمة لمشروعات الإسكان المختلفة في مصر، ليتم التنفيذ برؤية تطمح في التصدير مستقبلا للدول العربية والإفريقية. إنها شراكة قوية، حيث لدينا الفرص لدعم التوطين، والذي يعني التجميع المحلي بخط إنتاج في مصر، وأيضا أعمال الصيانة. نحن لدينا خبرة تبلغ 150 عاما في السوق العالمية، ولدينا خبرات في أعمال المصاعد الكهربائية، لذلك نرغب في مشاركة خبرتنا هنا ولنضمن عملية التوطين. يأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة يوجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا في كافة المجالات كمجال صناعة المصاعد الكهربائية وجذب الاستثمارات المشتركة مع الخبرات العالمية في هذا المجال.